السلام عليكم خاوتنا الجزائريين في كل أرجاء المعمورة، الزول في اللون. الله يبارك لكم إن شاء الله. من وعد وفاء، قلنا لكم كل يوم إن شاء الله في العطلة هذه تشوفونا، كل يوم نتواصلوا وكل يوم نحكيوا إن شاء الله في الجديد والله في القديم والله في المستجدات. إذن اليوم الكلام راح يكون على وش قاعد يسرى، وش رايح يسرى لنا، وش لازمنا نستناو باش نكونوا شويه واقعيين ونكونوا على بالنا وش ينتظر فينا. اذا قبل كل شيء راح نرجع برك للحصه تاع خونا الهاشمي اللي قاعده تمشي بطريقه ما شاء الله، كان فيها تفاعل كبير جدا وقاعدين نكتشفوا باللي الجزائر ولاده، الام الجزائريه ولاده، قاعدين يدخلوا ناس ما شاء الله. باش تعرفوا تاني باللي كيما سماها الهاشمي لا بارول او سيبارتور، ماشي اللي يدر الرامات في العيون، يستقبل في الراي والراي الاخر ويتناقشوا وكل شيء اللي نعجبوهم اللي ما نعجبوهمش، عكس قنواتكم انتوما، الناس اللي مثلا تسب فينا والله الناس اللي راهي واقفه مع الـ مع الـ مع الجهه الاخرى. انا نتحدى اي يعني مثلا كيما قناه الهداف انها تفتح الهاتف وتخلي الناس مثلا تتكلم، انا نتحداهم، لكن الهاشمي البارح خلى الناس تتكلم وشوبير رد، وكان شوبير هو المعروض، ونرجع ديما لخونا شوبير، المساندة لا متناهية لخونا شوبير، رانا هنا. وشوبير البارح بين حاجة كبيرة، حنايا حاولنا نجيبوه والهاشمي حب يجيبوه باش يشرح القضية نتاعو واش قاعد يصرالو والضغوطات اللي قاعد يتعرض لها، لكن الراجل اللي يعمل بدون مقابل ويعمل اللي في سبيل قضية، الهاشمي يقول له يا راجل قول لنا واش القضية تاعك، وهو يحكي على القضية القضية الأساسية اللي هي السرقة اللي قامت بها هذه المجموعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرياضة بصفة عامة. ويقول له يا راجل شنو مشكلتك، ويقول له لا بس الحمد لله واقفين معايا الرجال وعندنا الرجال وكذا، ويروح للحكاية الأساسية، دليل على أنه الرجال اللي تخدم على قضية ما يهمهاش قضيتها، ما يهمهاش وش راح يصرالها. ومن هذا جماعة راح نجيكم الأمر، لأنه كاين إخوة بداو يقولوا لي هذاك وسبنا، هذاك ورد علينا، هذاك ودارنا. شوفوا يا إخوتي، الناس اللي راهم معانا، أنا ما نقولش الناس اللي تتابع فينا، راكم معانا. الشيطان من واش يتقلق؟ الشيطان يتقلق من المجموعة، الشيطان يرتبك، الشيطان يغضب، الشيطان يحوس يجند أصحابه لما يشوف مجموعة من الناس هزة بعضها ورايحة تصلي صلاة الصبح، الشيطان يهبل ويفقد أعصابه لما يشوف مجموعة من الجيران تلمت وشرات كبش عيد لجارهم الفقير، فاهميني؟ فحنايا العبد الفقير لله، والهاشمي وشوبير وقدور، وخاصة شوبير. احنا لما دخلنا في هذا الامر ما دخلناش اختيارا، وما نكذبش عليكم التردد كان كبير باش دخلنا له، عم بالنا باللي رايحين نتسبوا، على بالنا باللي رايحين يهجموا علينا، على بالنا باللي رايحين يخونونا، على بالنا باللي رايحين يقولوا علينا كلام لا يقال. بصح يا جماعه، الشافعي لما قالوا له نفس الكلام، قالوا له انت امام، علاه ماك شراك في المسجد ودير في الناس، علاه تهضر في الحكام وتهضر في الحق وتهضر وهم يسبوا فيك وانت لا تستاهل السبان، اما كمش رد عليها. قال لهم يا ناس، الله سبحانه وتعالى وقالوا عليه ثالث وثلاثة، والرسول وقالوا عليه ساحر ومشعوذ وكذاب، قال لهم تجيو للشافعي وتقولوا له علاه تسبيت على الحق. اذن هذه باش نوصل لكم حاجه جماعه، حنا وصلنا في القضيه نتاعنا 2000 امضاء فقط، 2000 امضاء فقط، وشوفوا واش قاعد يصرى.
وش قاعد يصرى لهم الآن أو موش من القضية في حد ذاتها، هو أنه الاجتماع نتاعنا يا جماعة، اجتماع فئة الخير، اجتماع الناس اللي حابة ترد الحق لما ليه. لماذا؟ خونا قدور دار واحد الفيديو، أنا بديتها عندي نفس في نفس الفكرة، بديتها عندي واحد شهرين صدقوني ما قدرتش نكملها، لكن خونا قدور سماها المؤامرة الخارجية ضد رواوة، جزء أول وجزء ثاني، روحوا تشوفوها. أنا ما قدرتش نكمل الفيديو، ما نكذبش عليكم، ما قدرتش نكمل الفيديو لأني قاعد نخدم في وحدة كيفها، ما قدرتش نكملها، ما قدرتش نكملها. لماذا؟ الأمر اللي صرى للاتحادية كرة الجزائر والكرة الجزائرية والفرحة الشعب وللرياضة بصفة عامة، جماعة للرياضة بصفة عامة، لأنه احنا نتكلموا على الكرة، لكن اتحادية الكاراتيه راهي مقصية بسبب الوزير سباح أسامة سحنون. نعم، الاتحادية السباحة الجزائرية تقاضي فيه من أجل حرية التعبير، لأنه عبر في الفيسبوك أنهم ارتكبوا خطأ كارثي، راهم يشارعوا فيه، صدقوا ولا ما تصدقوش، سباح عالمي عنده أرقام عالمية راهم مدخلينه في الشرع باش تشوفوا هاد الناس، يعني هاد الحثالات كيفاش تغلغلوا في الرياضة الجزائرية. الشيء اللي صرا في الاتحادية الجزائرية هو جماعة أنا نشبهه بوعد بلفور. وعد بلفور ماشي في معناه الكبير، يعني أنه بلد تسرق وتمدنا، هو من من, من 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 باب المبدأ، يعني من لا يملك أعطى لي من لا يستحق. يعني وزير ولد علي وجماعته اللي يأمروا فيه مدوا لمن لا يملك، اللي هو زوتشي، اللي هو ماجر وعصابة الهداف والنهار وغيرهم. هولد أوب يا جماعة، هولد أوب، صرا الكرة الجزائرية. وحنا يا كي اخترنا أننا ندافعوا على القضية هذه، خلاص دخلنا في واحد النفق اللي لا خروج منه، على بالنا بلي راح نتسبوا بماتنا بوالدينا ربي يرحمه بابا. بصح اون كونتر بارتي، من جهة أخرى، كاينه ناس تقول لك الله يرحم باباك، الله واش نزيد من واحد يدعي لي البابا بالرحمة ميت ربي يرحمه، واش نزيد. بصح هذاك قالها من قلبه، وهذاك قالها لصفة أخرى. إذن علاه راني نتكلم في القضية هذه؟ تكلم أخاوتي، التجمع نتاعنا الحالي الصغير اللي رايح يكبر، اللي رايح يكبر. لأنه ماذا؟ لأنه لما بديت أنا الحكاية، أول أمر حبيت نديره هو جمع الناس من كل الأماكن. لما اتصلت بالناس بالهاشمي وقدور وشوبير، لقيتهم هما يعملوا في نفس الشيء. الهاشمي عنده 10 سنين وهو يحاول يعمل في نفس الشيء، شوبير نفس الشيء، يعني والحمد لله وصلت صرات ديك اللي كباش اجتمعنا. كي اجتمعنا خونا الهاشمي بدا يعمل في الحصة نتاعو ديريكت، اللي كنت حاب نعمل شيء تاني كيفو، لكن العريضة والبيتيسيون عطلوني بزاف، لكن عن قريب ان شاء الله، عن قريب بداها عنده اسبوع. اكتشفنا جزائريين من كل ارجاء المعمورة، من الجزائر العاصمة، من تجيجل، من لندن، كل فئات العمرية، صغار شباب كبير. كاين عمل جبار تاني جماعة، جبار يقوم به خونا حبيب في ألمانيا، عمل جبار، كي نقولكم عمل جبار، خاصة في ربط الناس ببعضها. الراجل قاعد يخلي في خدمته، يعني والله العظيم قاعد يخلي في خدمته باش يعمل، باش يلم الناس ويوصلنا بعضنا. وعماد هذاك هو اتصل بيكو، يعني قلت لكم الأم الجزائرية ولادة. لهذا جماعة الخلاصة تاع الأمر، هاد الناس قاموا بوعد بلفور، وحنايا يعني من لا يملك، اللي ما عنده حد شيء، يعني اللي من لا يملك، سرق خدمة داروها الرجال وعطاها لمن لا يستحق، اللي هما زوتشي، ماجر، عصابة الهداف، عصابة النهار، والشردي من تحهم. حنايا الآن وش نقومو؟
قالها أبو حنيفة يوما ما، قالها أبو حنيفة يوما ما، قال جماعة لازم ثورة على الرجال، ما لحنا يا ما نقوم به الآن أراه ثورة وستكبر. الآن نعرفوا باللي راحين تسبونا، نعرفوا باللي راحين تخونونا، انتوما كاين ناس يا جماعه واش قاعد يقول، قاعد واش قاعد يقول عليا انا مثلا، قاعد يقول عليا هذاك عنصري وجهوي، تسمى انا هي اللي قاعد نحارب على العنصريه حتى مع الناس الافريقيين هنا في كندا، ونخدم مع مؤسسات حقوق الانسان، ونروح ندافع على ناس تظلمت، انا يا وليت عنصري وجهوي. وشي هو لارغيمونطاسيون تاعو؟ سمعوا مليح، سمعوا مليح واش هو لارغيمونطاسيون تاعو. هذاك هو يجبد غير نغيز وعرامه، يمثل غير بنغيز وعرامه، والله ما على باليش بلي نغيز وعرامه صهيونيين، سامحني سامحني، ما على باليش بلي جابتهم ام جزائريه، ما على باليش بلي عندهم جنسيه جزائريه، والله ما على بالي. لكن عندك برك حاجه اخرى، دليل اخر قول لي، قول لي باش نحيوه، باش نحي، ما نزيدش نهضر عليهم، سامحني سامحني. جبت الصهاينه، مثلت بالصهاينه، مثلت بالصهاينه، مانيش انايا اللي، مانيش انا اللي نقول محرز ما يعرفش يلعب وصلاح يعرف يلعب، مانيش انا اللي نقول ابراهيمي ماهوش جوار واوباما يونغ احسن لاعب في افريقيا، مانيش انايا، انا كي نتكلم نتكلم على ولد الجزائر، اوكي، وندافع على ولد الجزائر وباذن الله. شوفوا يا جماعه الخلاصه تاع الامر، الشيطان يغضب لما يتلموه جماعه الخير، وحنا قاعدين نتلموا، فنكملوا نتلموا. حاجه واحده، اذا هو سب لي امي انايا وسب ام الهاشمي وسب ام شبير وسب ام قدور، خليهم يسبوا وما نردوش عليهم بنفس السب. هذه نتكلم على الخاوه اللي راهم معانا، نقول لكم يا جماعه راكم خاوتنا اللي راكم معانا، راكم ماكمش، انا ما نسميكمش متابعين تاعنا، راكم معانا، رانا مع بعضنا، رانا عندنا قضيه. هذاك النهار قلت لكم يا جماعه نساو الانسان، نساو عماد ونساو الهاشمي ونساو، علاش؟ خاطر ما الجزائر واش علمتنا؟ علمتنا حاجه، ما ديرش ثقه في العبد، خلاص قادر غدوه انايا نخرج نقول لكم بوحنيكه سيد الرجاله، ما زدريوش، ما زدريوش يا جماعه، استناو حتى يموت العبد ونقولوا عليه راجل، لكن عند قضيه هز القضيه وخدم على القضيه، ما 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 تبع ما تبعوا حتى واحد، نقول لكم، لانه انا نعرف الناس اللي قاعده تخدم الان، الهاشمي قدور شوبير راهم يعملوا بنفس البرنسيب. نقول لكم مثال، انتم شفتوا مثلا عارف مشاكر هذا كان يسب في الحكومه، ودركا اكبر شيات عرفه التاريخ هذا من باب واش اسمه، شفتوا مثلا خالد التومي، شفتوا غول، شفتوا عندكم امثله كثيره. ما ما تمنوش في عماد، امنوا في القضيه اللي خلقها عماد وخلقها الجماعه، من بعد تلك القضيه تبقى تاعكم حتى ويروح عماد، ها القضيه تبقى تاعكم، هذا هو اللي نحوسكم عليه. ولما نردوا على الناس هذوك واش يصرى، رانا نضيعوا في وقتنا، راك تضيع في وقتك، انا الوقت اللي ترد عليه وتسبوا كيما يسبني وكذا، انا نفضل تروح تحوس تلم امضاء ولا اثنين للعارضه، يعني هذا برك، لانه شنو هو الشحنه السلبيه اللي عنده الشيطان، يجبدك بها اللورا بدل ما تقدم الدور وتخدم وتولي ترد عليه. حنا رانا نعملوا، رانا نعملوا، رانا نعملوا يا جماعه، رانا نعملوا، وبربي ان شاء الله جاي الديكليك، خطوه طريق الميل تبدا بخطوه، هذه خطوتنا الاولى. كما قالها اخونا من لندن، قال لك ثورة التحرير الجزائرية نهار بدات كانوا يضحكوا الناس، انت تخرج فرنسا وانت تدير كذا وش بيك هذا، ومن بعد وصلوا المغتربين اللي عندهم ماهم جزائريين يموتوا في لاسين على جالتها، وصلوا المغتربين يلموا بعضهم ويديروا القضية بفريق وطني يسموه فريق جبهة التحرير الوطني، وما استناوش امر، ما استناوش امر من عند قيادة جبهة التحرير الوطني، قالوا كيفاش نقدروا حنا نعملوا القضية. لهذا نحبكم تكونوا كرياتيف، نحبكم تكونوا تخلقوا امور كيفاش تعاونوا القضية، القضية هذه قضية الجميع، ماهيش قضية عماد هاشمي شوبير او عبدو او كريم من جيجل او حبيب، او قضية الجميع، يعني عندك فكرة كيفاش توصل، كيفاش تخدم، كيفاش تدير، ما تحتاجش حتى تعرضها على الناس،
ما تحتاجش تعرضها على البشر، اعمل اعمل بدون ان ترجع للوراء وترد على الناس فقط. اما انتظروا احنا في 2000 امضاء وكو تشوفوا في السبان وتشوفوا في الـ في الـ في الفيديوهات وتشوفوا لما نوصل ل 20000 استنى باللي يقول لك انت يا راك اي. لكن سي دي ديجا في، انا شفتها ديجا في حياتي الحوايج هذوك. غني يا بيبيط، سلام عليكم خاوتي، اليوم تاني هاشمي راح يجمعكم، تواصلوا معاه ومرحبا بالرأي وبالرأي الآخر كما يقولها الهاشمي، مرحبا بالرأي والرأي الآخر. اللي أنا البارح دخلت على 12 تاع الليل ما كنتش حاضر، لكن عاودت رقدت حتى الساعتين ولا 3 تاع الصباح رقدت، ما نقدرش نقول لكم لأي درجة الإنسان فرحان وفخور. فخور لما تكون عندك قضية تعمل عليها، عكسهم هما لما يكون عندك قضية يسيروا فيها أولاد البلاد. والله يا جماعة دخلوا ناس في الثلاث أيام هادو، تحس باللي الناس اللي قادرة تطلع البلاد، ماشي بصفتها رئيس حكومة ولا رئيس، حطها في المكان برك اللازم تاعها، حطها في ان بوست كي الميغيت، حطوا في البوست اللي لو ميغيت وتتفرج كيفاش يخدم البلاد، تتفرج كيفاش يخدم البلاد. لكن للأسف أعطي الأمر لغير أهله، وأصبح الجزائريين اللي عندهم إمكانيات قادرة البلاد تشعل، قادرة البلاد تعود نوارة في شمال إفريقيا، وإفريقيا ردوها لنا العصر الحجري في كل في كل في كل في كل ما في كل يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال خونا شوبير، ما تدخلونيش في حوايج أخرين، خليوني في القضية تاعي، ما تدخلونيش في حوايج أخرين. خونا شوبير أنت راجل، أنا نستنى، أنا في العادة باش نقول على واحد راجل نستنى حتى يموت، لكن أنت راجل وجابوك الرجال ووراك الرجال ورانا داعمينك كل يوم كل ساعة وكل وقت بأي طريقة يحوسوا عليها. لما نقول لك بأي طريقة يحوسوا عليها، بأي طريقة يحوسوا عليها، وإن شاء الله إن ربك لناصر مالين الحق. السلام عليكم خاوتي، ونتلاقاو غدوة إن شاء الله. لا كتب ربي، عندي واحد المفاجأة كاع نسجي فيها على حروز تاعنا الله يبارك، لا كتب ربي غدوة إن شاء الله نخلصوها، لانه قاعد هاد نعمل فيها مع الفريق نتاعي، ان شاء الله يا ربي نخلصوها. الله يجازيكم اخوتي، والقضيه ثم القضيه، ما تحبسوش عليها يا جماعه. احنا عندنا مشكله احنا يا العرب بصفه عامه، اننا نعملوا بجهد ومن بعد نطفاو، يجيبنا الحماس ومن بعد نطفاو. انا بربي ان شاء الله ما درتش حماس قوي، درت حماس هنا وحاب نبقى فيه حتى نوصلوا للقضيه نتاعنا، وبربي ان شاء الله وبربي ان شاء الله نوصلوا لها، لاننا مع الحق، لاننا حابين نردوا. ما تقدروش ديروا وعد بالفور في الجزائر، درتوه ومشيتوه، بصح ما تقدروش ديروا وعد بالفور، تقدروش ديروا هالضوب في الجزائريين، والجزائريين يتفرجوا فيكم، وفيهم الجزائريين تاع الغربه اللي عندكم انتم ما همش جزائريين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والله ينصر الجزائر والجزائريين، في الامان.